بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله، والحمد لله على سلامتكم. طبعا اليوم هتكون اللي هي هنتكلم عن محتوى المساق اللي هو Communications 2 او اتصالات 2. طبعا هذا المساق عبارة عن تكملة المساق اللي هو Communications 1. طبعا Communications 1 او اول كورس في الاتصالات اخذته كان عبارة عن اللي هو مقدمة في الاتصالات. اخذنا طبعا اللي هو الانالوج كوميونيكيشن سيستمز، بعدين اخذنا فكرة عن ديجيتال كوميونيكيشن سيستم. طبعا اتصالات 2 او كوميونيكيشنز 2 عبارة بالكامل يكون ديجيتال كوميونيكيشنز. طبعا احنا عارفين المزايا تبعت الديجيتال كوميونيكيشنز عن اللي هي على الانالوج كوميونيكيشن سيستمز. طب زي ما حكينا الديجيتال كوميونيكيشن سيستم بيكون فيها اللي هو الايرور او الاقل من الانالوج كوميونيكيشن سيستمز، وبتدعم لي اللي هي تطبيقات اكبر بكتير. طبعا بالنسبة للكورس، طبعا في موقع اللي هو طبعا غير الموديل، طبعا الموديل هيكون فيه كل المحاضرات، سواء المحاضرات العادية الباوربوينت والفيديو التسجيلات. في موقع الشخص تبع صفحة الجامعة اللي هو هذا، اللي هو هتلاقوا فيه طبعا كل اللكشر نوتس موجودة إن شاء الله. طبعا في كمان صفحة على الفيسبوك خاصة بالمساق، في بعض الطلاب لاحظت إنهم ضافوها عندهم أو عملوا لها لايك. طبعا بالنسبة للتكست بوك المستعمل اللي هو نفس الكتاب اللي استعملوه الطلاب في السنين اللي فاتت، اللي هو كتاب سكلار اللي هو Digital Communications Fundamentals and Applications. طبعا هذا طبعة 2001 والطبعة الثانية، تقريبا المفروض كان في طبعة ثالثة من الكتاب بس حتى الآن ما طلعتش. على جميع الأحوال احنا طبعا في أمثلة تانية، في كتب تانية هنستعملها اللي هي او جزء منها، نتاخذ جزء منها اللي هي كتاب لاتي تبع اتصالات واحد اللي هو مودرن ديجيتال اند انالوج كوميونيكيشن سيستمز. في كتاب ثالث اللي هو كتاب هايكن اللي هو كوميونيكيشن سيستمز. طبعا بالنسبه للمواضيع هنغطيها في الكورس هذا، اول اشي هناخد اللي هو انترودكشن. هناخد اول اشي اوفر فيو اوف جينيريك بلوك دياجرام اوف ديجيتال كوميونيكيشن سيستم. هنرسم بلوك دياجرام لديجيتال كوميونيكيشن سيستم، هنوضح البلوك دياجرام كل الكومبوننت المختلفة والأجزاء المختلفة بتكون أي ديجيتال كوميونيكيشن سيستم. هنتكلم عن اللي هو issues لها علاقات بالباندويث والباور. طبعا هذا بالنسبة للجزء الأولاني. هنتكلم هناخد مراجعة على الاحتمالات اللي هي probability theory and random process. طبعا هنتكلم عن طبعا بشكل بسيط مش يعني معمق. هنتكلم عن probability and random variables، أنواع ال random variables. هنتكلم عن random processes. هنتكلم عن power spectral density. طبعا احنا تكلمنا على أشياء ال power spectral density في الاتصالات واحد، هنتكلم عنها مرة تانية إن شاء الله. هنتكلم عن random process، وهنتكلم كمان عن اللي هي علاقتها مع linear systems. طبعا جزء منه عبارة عن المراجعة اللي أخذناها في اتصالات واحد. بعد هيك هنتكلم عن ال noise في ال communication systems. communication systems هذا بالنسبة للجزء الثاني. اللي هنتكلم في الجزء الثالث اللي هو عن الـ Optimum Receiver for Binary Data Transmission. طبعا احنا الـ Data في الغالب في Digital Communication الأساس تبعها بتكون Binary، في أنواع تانية نتكلم عليها بعدين. طبعا بالنسبة للـ Binary نتكلم في Optimum Receiver. ايش مقصود الـ Optimum Receiver؟ اللي هو بيعطيني أقل خطأ أو أقل Noise، أو بيعمل لي Minimization للـ Noise وتقليل لحاجة تانية اسمها انتر سيمبل انترفيرنس. عشان هيك بنسميه اوبتيمم ريسيفر، عشان يقلل لي الخطأ اللي بيصير في الداتا المبعوثة. يعني بشكل عام الاوبتيمم ريسيفر هو عبارة عن ريسيفر بيعطيني اقل ايرور، اقل ايرور. يعني نتكلم عن ريسيفر امبلمنتيشن، كيف نعمل امبلمنتيشن للريسيفر، يعني كيف نطبق هذا الريسيفر. طبعا نتكلم فيها يكون عندي موديل هنطبقه، في يعني تطبيقات، في عندي اكثر من طريقه ممكن نعمل امبلمنتيشن للريسيفر. بعدين نتكلم عن البرفورمانس تبع الريسيفر، البرفورمانس تبع الريسيفر. هذا بالنسبه للجزء الثالث. الجزء الرابع هنتكلم عن البيس باند داتا ترانسميشن. طبعا زي ما انتم عارفين مقصود بالبيس باند داتا ترانسميشن او البيس باند اللي هو بتكون السيجنال اللي هي قريبة من الزيرو، فيش فريكوانسي شيفت، يعني السيجنال الأصلية، السيجنال الأصلية ماشي الحال، عبارة عن السيجنال الأصلية، يعني فيش كارير أو ما تاني فيش عندي بيكون في كارير. طبعا في أنواع من اللي هي البيس باند سيجنال سكيم، في عندي نون ريتيرن تو زيرو زي ما حكينا. طبعا هذا اللي هو اللاين كودينج، ممكن نعتبره
من انواع اللاين كون اللي اخذناها في 3-1، نون ريتيرن تو زيرو، في عندي ريتيرن تو زيرو، في عندي مانشستر، وفي عندي ميلر. طبعا لو ترجع اخر محاضرات في شابتر واحد، في قصدي في 3-1، هتلاقوا متكلمين عن انواع اللي هي الكودز هاي. هاي كلها تبين لي كيف مثل انا الوانز والزيروز على شكل بالسز، على شكل بالسز، ماشي الحال. هنتكلم طبعا عن الاير بيرفورمانس في حاله البيس باند داتا ترانسميشن، نتكلم كمان عن السبيكترم في هاي الحاله. هذا بالنسبة للبيس باند داتا ترانسميشن. بعد كده نتكلم على الديجيتال باند باس، ديجيتال باس باند موديليشن. هنا المقصود اني استعمل كارير. طبعا احنا زي ما اخذنا في اتصالات واحد، في عندي كان عدة انواع من الموديليشن. في عندي في الامبليتود موديليشن، كان الامبليتود تبع الكارير بتغير تبعا للمسج سيجنال اللي بعتها. هنا نفس الفكرة، هيكون في عندي الكارير بتغير في شيء متغير، سواء الامبليتود او فريكوانسي او الفيز، بس هنا تكون الداتا المبعوثة عبارة عن ديجيتال مش انالوج. طبعا في نوع اللي هو الامبليتيود شيفت كينج، اختصاره ASK. هنا طبعا من الاسم، هنا الامبليتيود تبع الكارير بتغير تبعا لمين، للمسج تبع السيجنال تبعتي. طبعا هتكلم عن الامور هاي بالتفصيل بعد هيك ان شاء الله. في عندي فيس شيفت كينج، هنا الفيس تبع الكارير بتغير مع اللي هي المسج او السيجنال اللي تبعتها. كمان فريكوانس شيفت كينج، هنا كمان زي ما حكيت الفريكوانس تبع الكارير هيتغير مع مين، مع المسج او السيجنال تبعتي. طبعا هنا المسج او السيجنال تكون عبارة عن ديجيتال، ده تكون في الغالب عبارة عن ديجيتال وانز وزيروز باينري، ممكن تكون نوع تاني من انواع الديجيتال بس في الغالب بتكون عبارة عن باينري. في انواع من الديجيتال موديليشن تكنيكس بنستعملها عشان نتحصل على هاير سبيكترال افشنسي. ايش مقصود بالسبيكترال افشنسي؟ اللي هي العلاقة بين البت ريت والبانوت، قديش انا ممكن ابعت بت ريت في نفس البانوت. يعني كل ما تزيد البت ريت او الداتا ريت ابعتها في نفس البانوت، هذا معناه السبيكتر افشنسي بتكون اعلى، بتكون اعلى، بتكون اعلى. طبعا عندي انا في الغالب في الوايرلس كوميونيكيشن بتكون عندي البانوت محدود، وبالتالي كل ما ابعت داتا ريت اعلى في نفس البانوت، معناه بتكون السبيكتر افشنسي احسن افضل، ماشي الحال. هاي طبعا هنتكلم عليها بالتفصيل بعد هيك. في عندي نوعين اساسيين، اللي هو كوبريتشر فيش شيفت كينج QBSK. في عندك كوريتشر امبليتيود موديليشن اللي هو الكوام، هنتكلم عن انواع الموديليشن هاي بالتفصيل ان شاء الله. هاي كمان نتكلم عن اللي هو الايرور بيرفورمانس بالنسبه للديجيتال باس باند موديليشن، سواء كان الاي اس كي او البي اس كي او الاف اس كي والانواع الثانيه الكيو بي اس كي او الكوام. بعد هيك هنتكلم عن الام ار اي موديليشن تكنيكس. الام ار اي موديليشن تكنيكس اللي هي مش باينري، هيكون عندي ببعت انا في الباينري ببعت يا اما 1 او 0، تو سيمبلز، يا اما 1 يا اما 0. في الام اري هبعت عندي انا ام سيمبلز، ام سيمبلز، عشان هيك بسميه ام اري، بسميه ام اري. طبعا كل سيمبل بتكون من اكتر من بت، من اكتر من بت حسب نوع الام اري. طبعا هنتكلم عن الامور هاي بالتفصيل بعد هيك ان شاء الله. طبعا في انواع منه اللي هو الام اس كي اللي هو ام اري اس كي، في عندي ام اري بي اس كي اللي هو ام اري فيش شيف كينج، في عندي ام اري اف اس كي، ام اري فريكوانسي شيف كينج، وفي عندي كمان ام كوام، كمان ام كوام، ام اري او ام كوزيشن امبليتيود موديليشن. هنتكلم طبعا عن الايرور بيرفورمانس في حاله استعمال اللي هو الام اري. بعد هيك هنتكلم عن اللي هو الشانل كودنج. الشانل كودنج اللي بعمل انكودنج للداتا تبعت اللي بعتها، بحيث انه اقلل تاثير اللي هو النويز او الانترفيرنس او تاثير الكوميونيكيشن شانل اللي هو الكوميونيكيشن ميديوم او الترانسميشن ميديوم، اللي هو هيكون في الغالب في الحاله عباره عن وايرلس راديو لينك. طبعا هذا الترانسميشن ميديوم والكوميونيكيشن شانل، عشان هيك بسميه شانل كودنج، جايه من كلمه اللي هي الكوميونيكيشن شانل، اللي بتكون عباره في الغالب راديو لينك او وايرلس. طبعا هاي بتاثر لي على الداتا، بتسبب لي طبعا في نويز وانترفيرنس، بسبب ايرور. الغرض من الشانل كودنج اني اقلل الايرور او احسن الاداء تبع الكوميونيكيشن شانل. في عندي من الكودز هاي انواع كود بتعمل ديتكشن للايرور، بتكتشف انه في ايرور، وفي كود بتعمل ديتكشن اند كوركشن للايرور، يعني بتكتشف وبتصحح الايرور. يعني الغرض من الشانل كودنج باختصار اني احسن اداء الكوميونيكيشن شانل، بحيث اني اقلل تاثير الايرور على اللي هي على السيستم تبعي، ماشي الحال. في انواع من الكودنج او شانل كودنج، في عندي بلوك كود، في عندي كونفليشنال كودز، هذول ان شاء الله هناخدهم. كمان هناخد في تطبيقات للكوميونيكيشن سيستم، ممكن ناخد جزء عن اللي هو الاوبتيكال كوميونيكيشن سيستمز او الوايرلس كوميونيكيشن سيستمز، كاستلايت كوميونيكيشن سيستم، اذا سمح الوقت تبع الكورس ان شاء الله. طبعا بالنسبه للجريدنج بوليسي، هيكون في عندي طبعا في درجات في المساق ان شاء الله. طبعا
في عندي ميد تيرم اكزام هيكون عليه 20 درجة، في فاينل اكزام عليه 60 درجة. طبعا هذا الفاينل اكزام هيكون في الجامعة، في الغالب هيكون تحريري ورقي ان شاء الله تسمح الظروف هيك. طبعا المحاضرات في الفترة الحالية تكون اونلاين، بعد هيك هتصير ان شاء الله وجاهية، ربنا سهل ان شاء الله. طبعا التعليم الوجاهي بيكون افضل، هو الخيار الافضل، بس حاليا في الوقت الحالي عشان ما يضيعش الوقت هنستعمل اللي هي المحاضرات اونلاين ان شاء الله. هيكون في عندي كمان اللي هو هوم ووركس وكويزز، هيكون على 20%، يعني عندي أعمال السنة هيكون عليه 40%، والفاينل إكزام هيكون عليه 60%. في المحاضرات، بالنسبة للمحاضرات أنا أحاول أسجلها وأنزلها على الموديل، وممكن كمان أعمل لقاءات يعني مباشرة، تكون لقاء حسب اللي هو أوضح أشياء أو نقاط معينة حسب رغبة الطلاب إن شاء الله. طبعا أي استفسار ممكن تبعتوه لي على، طبعا على سواء على صفحة الموديل، طبعا بيكون على صفحة الموديل أفضل عشان أرد على استفساراتكم. وفي كمان اللي هي في صفحة الفيسبوك فيها معلومات، هتكون هنزل عليها كمان معلومات تانية لو حدا حاب يتواصل عن طريقها. طبعا الهوم ووركس والكويزز هتكون فيها نعطيها طبعا بشكل يعني كل أسبوعي، ممكن يكون أو بعد ما نخلص جزء معين يكون عليه هوم وورك أو كويز. وبالتالي طبعا لازم تحاولوا تسلموا الهوم وورك والكويز أو طبعا في نفس الوقت المحدد إله. هذا بالنسبة لمحاضرة اليوم اللي هي كانت عبارة عن اللي هي بيان لمحتوى المساق. طبعا أي حد عنده استفسار أو أي نقطة ممكن يتواصل معي عن طريق الموديل إن شاء الله، أو عن طريق الإيميل. أي استفسار؟ يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.